الشمشاوي. ونمر الآن إلى النقط من رقم 43 إلى 52 المتعلقة بدراسة مصادقات مشروع اتفاقية الشراكة لأجل إحداث مجموعة جامعات عربية تمويل الضيف للتعاون لتنمية العلامات المهدية التطبيقية. 44 مصادقة واتفاقية الشراكة لأجل دعم مجموعة جامعات عربية للتأزر بإيجاد أجهزة تدخل تنمية للفحص الجامعي. 45 دراسة مصادقة على مخطط العمل الثانية 2024-26 شراكة في الشراكة في الدول المنفتحة لمجلس الجهة. 26 دراسة مصادقة على مشروع اتفاقية الشراكة لأجل مشروع دعم التكوين جماعة منفتحة. 44 دراسة مصادقة على مشروع اتفاقيات إطار الشراكة بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمة بخارج مجلس الجهة تجهيز طوع موزيوم مؤسسة ألمانيا للتعاون الدولي. 48 مصادقة دراسة مصادقة على مدار التفاهم ما بين مجلس الجهة تجهيز طوع موزيوم وبرنامج الأمم المتحدة وبالأبيتا من أجل وضع برنامج التعاون والدعم التقني والاستراتيجية. 49 دراسة مصادقة على مذاكرة التفاهم بين مجلسيات تنظيم طنجة طوع الأزمة وبرنامج صندوق الأمم المتحدة الثانية رأس المال UNCDF من أجل الاقتصاد باستهلاك الطاقي وإرساء المجاعة الطاقية على مستوى الإدارة العمومية بمدن الجهة. 50 دراسة مصادقة على مشروع اتفاقية إطار ما بين مجلسيات طنجة طوع الأزمة ووزارة الإدارة الطاقية والتنمية المستدامة ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة خلال المناخ المتوسطي سجلوا أفريق المنظمة المدنية والحكومة المحلية المتحدة الإفريقية من أجل خفض انبعاثات الكربون في المناطق الصناعية والجهة. أنا أقول السي تعلق بجنوب أنزاك الأربع الأدم جدا يمكن لما شاف عن جزء كبير لا يتطلق الصورة المقبلة يقدر يكون على تأثير سلبي في بعض المجالات اللي لا تسألين ولا تسألقون إلى مجالات أخرى. هل تولى دولة ما هي مجلس لأن مع هذه المقاف كبير تقريبا 43 صفحة اللي ما يناهز مليار درهم تصمم من الجهة 40% ماشي 50% يمكن نتوقع أن إن شاء الله مساهمة الشركاء تكون أكثر باش كل درهم يجيبونا من أصبح المبلغ أهم أي حالة محور الصيغة المستقبلية مع الصيغة الرئاسة والصيغة الرئيسة تكون ومختلف يعني كومبيناتي المجلس نعطيك واحد اهم المحاور الاساسيه في هذه 52 اتفاقيه اللي توقعات ولا حتى 52 نقطه. المحور الاول والاساسي هو كان مرتبط بالجاذبيه والتنافسيه ديال الترابيه لخلق واحد التنميه اقتصاديه وكذلك لتحقيق واحد الاندماج الاجتماعي. المحور الثاني هو كان مرتبط ب ما هو التهيئة الحضرية وتجهيز العديد من المدن والأقاليم جهة. كذلك محور الثالث كان حول مرتبط بالبيئة والمياه والحماية من الفيضانات. وكتعرفوا بأن الإشكالية ديال المياه يعني اليوم هي إشكال حقيقي ماشي في بلادنا ولكن على الصعيد الدولي العالمي. فكنا مسبقين يعني في انخراط في حول امكانيات يمكن الدعم هاد القطاع او هاد الماده الحيويه وهي الماء. كذلك هناك محور رابع هو مرتبط بالمصادقه كذلك على مشاريع تشاركات في اطار متعدده ديال الجدوى ديالها والانجاز بعض المشاريع اللي كانت مبرمجه. كذلك محور مرتبط بمحاربه الهشاشه ومن هنا كنعطيو يعني عطينا اتفاقيات ديال جوج المدن الاقاليم ديال الجهه من خلال تجهيز بنيات تحتيه اساسيه اللي كلها كتصب في تحسين العيش الكريم ديال المواطنين. كذلك هناك محور مرتبط بالتنميه الثقافيه والرياضيه وتاهيلها وشتو كان هذه اسبوع كانت هناك مناظره جهويه حول الرياضه ولعطتنا واحد السبل ديال الاشتغال واحد الارضيه كذلك ومن هذه المحاور اللي غنحاولوا نشتغلوا عليهم في هذه السنه ان شاء الله لتجويد الخدمات الرياضيه والدعم لقطاع الرياضه نفس الشيء بالنسبه للثقافه كذلك واللي احنا كنشتغلوا عليها كرافعه اساسيه للتنميه في الجهه. محور اخر مرتبط وهو السابع محور مرتبط بالحكمه والتدبير ديال الاجهزه المرتبطه بالمجلس وكذلك تأهيل ديال الموارد البشريه. والمحور الثامن هو الدبلوماسيه الموازيه واللي كتشتغلها هو الوفود وكذلك الوفود ديال اليوم هناك
العمل اللي كيقوم به المجلس، مواكبه ديال ما هو تنموي، ما هو اقتصادي، ما هو ثقافي، ما هو اجتماعي، اللي كيصب في الدبلوماسيه الموازيه. فهذو اهم المحاور الاساسيه اللي كانت يعني في النقاط المدرجه ديال الدوره هذه. اليوم كان عندنا الدوره ديال مارس، صادقنا على 52 نقطه اللي كتعكس مشاريع اللي غتكون واقعيه اللي غتنزل في المرحله الثانيه من بعد ما الاعداد ديال المخطط التنموي. كانت مناسبة باش نحتفلوا بشهادة الإيزو، هاد الشهادة ديال الجودة اللي حنا كنفتخروا بها كعضوات وأعضاء المجلس، لأن كتعكس الرؤية ديال المجلس برئاسة السيد الرئيس عمر مورو، وكتعكس الحكامة الجيدة والفعالية والنجاعة ديال الاشتغال ديالنا في هذا الانتداب الحالي. بحال اللي شفتوا اليوم كانت عندنا الدورة ديال الربيعية، وكان السيد الوالي الجديد يحضر أول دورة ديالو معنا، فكنظن أنه بالاتفاق وبالترتيبات ديال السيد رئيس الجهة والسيد الوالي أننا خرجنا بواحد المجموعة ديال 52 نقطة بميزانية مهمة جدا، فيها ما هو اجتماعي، ما هو اقتصادي، ما هو سياحي، ما هو بيئي، ما هو علاقات خارجية وشراكات، فكانوا كل من النقاط في الحقيقة مهمين جدا بالنسبة لنا احنا كجهة، وخاصة الاتفاقيات اللي كيكونوا بشراكة مع الوزارات يعني. فكنظن أن كان هناك ما هو بيئي من خلال الاتفاقية مع وزارة الطاقة، كاين ما هو اجتماعي بحال اللي شفتوا داكشي ديال التمويلات ديال الأنشطة الرياضية والفرق الرياضية، كاين كذلك تكوين ديال الأطر ديال الأقاليم وديال الجماعات. فكنظن أن لا كونتينيتي كاينه مع الاطر اللي تتخدم داخل المجالس.